احكي لي، انا دخلت عليكي بنتك كده؟ انا يعني كنت في حاله ما حدش يشوفها، يا رب ما حدش يشوف الحاله اللي انا متخيله ده. لا احكي لي، كان ايه مين بلغك ان شيرين اتبهدلت في الكوفيه؟ هي جت البيت، خطيبها دي جابها وجه، فخدناها الحمام نغسل لها، لقينا شعرها كله نزل في الحوض، كله بالشعرايه. هي ما كلمتكيش في التليفون قبل؟ لا مش كلمتني، جت على البيت. جت على البيت على طول. يا هم احسن، هم اتدبروا، الله اعلم يا رب، احنا ما شفناش، بس هي شكلها متدبره، لان ما فيش عروسه خرجت من الكوافير قبل كده حصل لها كده. احنا انا روحت انا وشيرين يوم الثلاث قبل الفرح بيوم، على اساس نتفق مع كوافير على البروتين، واتفقنا على بروتين واهل العريس سلايف شيرين وعمته، واتفقنا وخلاص على البروتين. والدته فين؟ والدته متوفيه. ورحنا خلاص اتفقنا وخلصنا، بس انا وانا طالعه قالوا لها احنا هنجيلك بعد العشاء للكوافيره. ليه؟ يدفعوا عربون؟ مش عارفين بقى يدفعوا عربون، يتفقوا معاها في حاجه تانيه، ربنا اللي يعلم، ما نعرفش. فراحت شيرين. غريبه دي. سالنا الكوافيره يعني هيروحوا ويرجعوا تاني؟ يعني هم خرجوا من عندها وقالوا لها هنجيلك بعد العشاء. اللي انت ما سالتيش ليه؟ ليه ممكن ما يدفعوا فلوس؟ قال لك هنعمل وشينا ومش عارف ايه يعني وكده، حاجات الستات دي. عظيم. ما اعرفش بقى اتفقوا معاها على حاجه او هم كده، الله اعلم، ربنا اللي يعلم. فالمهم مشينا كل حاجه زي ما هي وخلاص. جت شيرين، اجا خطيبها خدها يوم الاربع الساعه 4 العصر، احنا يعني كنا متفقين هتروح الساعه 8، قال لها ده كوفيره مش هتفتح الا الساعه 4. راحت الساعه 4، عم قالت لها ده البروتين بياخد وقت ومش عارف ايه، ما جاتش الا حوالي الساعه 8:30 بالليل او 9. عظيم. عريسها جابها وجه نزلها ومشي. عملت شعرك يا شيرين؟ قامت جايه ضحكه كده، قلت لها ايه في ايه؟ قالت مش عارفه، ده انا شعري براسي بتحرقني، وانا قلت للكوافيره هناك شعري بيحرقني وسابتني ولا سالت فيا، وقعدت يضحكوا عليا، قمت طالعه في الشارع وقعدت اصوت واصرخ والناس اتلموا عليا. جت بقى البيت هنا، هي المفروض الكوافيره الماده اللي هي حطتها دي تغسلها عليها قبل ما تطلع المحل، فهي قبل ما تطلع من الكوافيره عارفه اللي شعرها ينزل، لان الماده دي فيها بطاص، الماده اللي هي اللي عرفك اللي فيها بطاص؟ ما هو كل الناس اللي بتستعملها قال لك فيها بطاص. طيب وبعدين هي المفروض تتعمل خصله بخصله، هي حطت البرطمان كله على راس البنت، كل البرطمان حطته، دي بتعمل خصله بخصله كده، انما ده حطت البرطمان كله اللي عندي ايديها، بقول لك ايديها هي ذات نفسها اتحرقت. طيب شفت شعر بنتك؟ جت بقى، انا قلت بقى مش يعني، هو نزل منه كتير في المحل، فجيت هنا اغسل لها بقى واكمل، نزل كله بقى في الحوض، ما لقيتش شعر خالص، ولقينا بقى وشها من هنا متبهدل ومن هنا وودانها وقفاها من ورا وكانت متدمره. ست فريال ما فيش شعر خالص؟ لا ما فيش، اللي قد كده مفيش، وفي حتت مفيش فيها شعر خالص، ما هي ولع ولع شعرها ولع. يعني لو انت عاوزاني اكشفه ليكي اكشفه.